اتفضلي. الو أيوة نجلاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، انتي على الهوا يا نجلاء، اتفضلي. انا حضرتك، اختي كانت عامله استئصال رحم من رمضان، استئصال رحم من رمضان. الدكتور عمل لها في مستشفى خاص استئصال رحم من رمضان. بعد استئصال الرحم دجنتها تعبانه، رحنا له قال لك ده في تعب في المثانه مطرح القسطره. بعد كده رحنا قال لك لا، ده هي لازم تروح لدكتور اوعيه دمويه. رحنا لدكاتره اوعيه دمويه، لقينا جلطتين في رجليها. بعد كده رحنا لدكتور جراح، قالوا لازم تروح لدكتور جراح عشان في كيس طلع على المبيض. رحنا لدكاتره جميع دكاتره الجراحه في الزقازيق، قالوا ده في كيس على المبيض. دخلوها مستشفى الجامعه، عملوا لها استكشاف، فتحوا لها بطنها، قالوا لا ده احنا هنركب لها درنقه عشان الكيس مساحته كبيره عشان ينزل الصديد، ينزل الصديد. بعد ما نزل الصديد من بطنها قالوا هنسيبها لغايه ما الدرنقه دي شهرين، نروح للدكتور الجراح في عيادته يقول لك لا ده هي عندها برن ولازم تاخد علاج الضرر. روحوا مستشفى الصدر عشان تاخد علاج الضرر. رحنا مستشفى الصدر وصرفوا لنا علاج الضرر، والحاله لسه عماله تسوق تسوق تسوق. بعد كده رحنا الحاله تعبانه، رحنا قلنا له يا دكتور احنا الحاله تعبانه جدا وبتموت. قال لك لا، هو علاجها ده وهو ده، هي ده اللي هتاخده، والحاله عماله تسوق معانا. وانا قبل كده اتصلت ونشدت وزير الدفاع وقلت له اختي بتموت ببرنامج مدمها، قلت له اختي عماله تموت. قال مدمها، قالت لي ارجعي المستشفى تاني، رجعنا المستشفى تاني قابلنا الدكتور احمد غراب هناك بتاع الجراحه هناك، طردها قال لها روحي مستشفى الاحرار الحوادث هناك، انت مالكيش مكان عندنا هنا. والحالة عمالة تسوق، والحالة عمالة تسوق. بالصدفة بكلم دكتور علاء، بكلم دكتور بالتليفون، قال لي يا بنتي روحي، كل اللي انت عملتيه ده غلط، الدكاترة كلهم اتعلموا في وقتك وبهدلوها. روحي خدي لي نسيج، خدي عيانة من نسيج وحلليها. خدنا عيانة من نسيج وحللناها، طلع عندها كانسر، طلع عندها كانسر. ورحنا للدكتور بتاع الاورام، قال لي حرام عليكم انتوا جايبينها بعد ما استوت من اللي انتوا عملتوا فيها، من الدكاتره اللي عملتوا فيها. رحنا مركز قسم الباطنه بمستشفى الجامعه في الاورام الدور الخامس، خدت كيماوي، خدت جلسه الكيماوي، بس هي حالتها هي الحمد لله. هنقول يعني قسم البطنة ربنا يبارك فيهم على اللي هم عملوه فينا، بأمانة ربنا ما حد قصر معانا. فين فين تاني، فين فين الناس اللي اخيرا اخيرا بعد مليون دكتور رحت لهم في الحمد لله اخيرا، يعني ربنا وقعكم في حد يعرف ربنا فين فين؟ والله لا، في قسم البطنة، في قسم البطنة، قسم الاورام، في قسم البطنة، في قسم الاورام، في معهد الاورام. معهد الاورام اللي فين؟ انهي معهد اورام؟ اللي هو في الزقازيق، اللي في الزقازيق. ربنا يبارك لهم، والله ربنا يبارك لهم. لو يعني اللي انت بتقوليه ده اهتموا باختك وكده اللي عملوه فينا ما يتعملش مع اي حد. بعد ما بهدلونا قسم الجراحه، كل دكاتره قسم الجراحه يقولوا كيس دموي وهو اصلا سرطان، لما خلوا المرض يتمكن منها حلف والله ونعم الوكيل فيهم، حلف والله ونعم الوكيل فيهم. انا بلاش دلوقتي وزير الدفاع يتبنى حاله اختي، هي دلوقتي عندها وزنها بقى 40 كيلو، والحاله طلعت امبارح وخدت الكيماوي، بس الحاله عماله طبعا تخس تخس تخس، لازم تتحط في مكان، تاخد محاليل، تاخد حاجه، لازم تتحط تحت الملاحظه. قالوا كل 21 يوم لازم تيجي تاخد جرعه الكيماوي، بس الحاله تعبانه. الحاله تعبانه. ليكي معايا يا نجلاء، خليكي معايا اوعي تقفلي. دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، صباح الخير يا دكتور. سمعت حالة أخت نجلاء؟ سمعت اللي حصل فيهم؟ بالأول أفندم؟ آخر سمعت من آخر جزء بس، لما يعني طيب أنا بس عشان الوقت مش هقدر أخليها تعيد كل القصة. هي أختها عملت عملية شالت استأصلت الرحم في رمضان اللي فات، من ساعتها يوم بعد يوم حالتها بتسوء وبتتدهور، من رحم لمثانه لمبايض،
اللي دخلت في درن اللي اتشخصت بعد كده معرفش ايه، يعني عدوا بسلسله مآسي حقيقيه يا دكتور طبعا، ولا حد من الدكاتره الافاضل اللي راحوا لهم على يعني مدار 5 6 شهور فكر حتى ان هو يقول لهم يعملوا تحليل كانسر او شك حتى او اشعه معينه او كده. المهم يعني المهم اخر حاجه خالص اكتشفوها ان هي عندها سرطان، وهي بس بتشكر جدا الحقيقه الناس اللي في معهد الاورام قسم البطنه في الزقازيق، بتقول ان هم ناس محترمه ويعني ربنا عوضهم بالناس دي. نقدر نساعدها ازاي يا دكتور؟ لان اختها بتروح من قدامها وزنها النهارده بقى 40 كيلو. مكانك فين يا دكتور؟ مكانك فين يا نجلاء بالظبط؟ الزقازيق، في الزقازيق في شارع المكاتب. طب احنا الو ممكن نجيبها هنا في القاهره مع رمز فرق او مصر. تقدري تجيبيها معهد الاورام اللي في القاهره يا نجله؟ نطلب اسعاف بس هنلاقي مكان هناك عشان ما نتعبش ونلف اللفه، احنا تعبنا من رمضان والله واحنا تعبانين والله من رمضان. زمان انا هتواصل مع الدكتور محمد الطيف عن المعهد الحوض الاورام عشان نطمن ان ليها مكان قبل ما تجيبها وتيجي. الست يا دكتور اختها مش حمل بهدله، خلاص الست استوت وزنها ب 40 كيلو دلوقتي من اللي حصل فيها طول الكام شهر اللي فاتوا دول. استاذ دكتور محمد على طول وهو طيب. طيب انا هو صوتك يا دكتور مش واضح قوي، بس انا فهمت قصدك انه حضرتك هتكلم لها حالا دلوقتي مدير المعهد عميد المعهد القومي للاورام. طيب اه عميد المعهد القومي للاوراق. تمام. عربيه حضرتك تطمئن ان في مكان وننسق مع نجلاء وتجيب اختها وتيجي. حاضر كده ان شاء الله. بس انا دكتور خالد يعني امانه استاذه منى انا هراجع مع الاستاذ محمد معاه سؤال. أنا بشكرك يا دكتور، كتر ألف خيرك، شكرا ليك يا دكتور. نجلاء اعتبري ده موضوعنا وإحنا يوميا هنكلمك، أنا كل يوم بإذن الله هكلمك أعرف عملتي إيه. بص حضرتك بص ربنا يبارك فيك والنبي خليك بالك. حاضر والله حاضر. والنبي أنا بلاش الرئيس يا رئيس، أنا مش عاوزك تسكر، أنا عاوزك تشوف حالة أختي، تشوف حالة أختي بتموت والله بتموت يا جماعة. انت بتطالبي بحقك يا نجله، يعني ده حق كل مواطن. انا عاوزه اسال ما هي ربنا يطول بيها. حاضر يا نجله والله ما تقلقي، والله باذن الله اللي نقدر نعمله هنعمله وهتابع معاكي. ثابت رقمها يا صقر. نجلاء نجلاء الشرقيه، وسجله عندك والنبي على الموبايل يا صقر. الله يخليك والنبي. نجلاء هخلص الهوا على طول واكلمك من موبايلي، انا هكلمك وهتابع معاكي انا واحمد صقر ان شاء الله، هنتابع معاكي وهنكلم دكتور خالد ونطمئن على كل خطوه بتحصل باذن الله. تقلقيش والله ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور لطيف جدا. لا لا خالص. انا كنت